نتوقعها شنو نتوقعها؟ يلا واحد جوج ثلاثة اتخلعبا حسب لي غدير الصوص دات انا كنت ندير باك والله ما بغيت صافي صافي لي زعما كنتمنى انكم تكونوا مزيانين اموركم هانيه كلشي على خير كلشي بخير. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو في ماشين يوتيوب صفاء بيوتي. هاد لا فيديو هادي كما شفتوا في العنوان وكيف ما شفتوا في الصوره ديال الميناتور غادي تكون فيديو ديال لي زارتيكل ديال شيئين. كيف ما قلت لكم ديك الخطره كانت تقسمات لا كوموند على جوج, شي وصل وشي عاد دابا وصل. فدابا غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي عاد وصل. هما ماشي دي زارتيكل لي بزاف بما انني قسمت لكم لا فيديو كون خليت لي زارتيكل الاولين مع هادو اللي عاد وصلوا كانوا غيجيو بزاف لي زارتيكل. مي دابا كاينين قلالين ولكن غادي نهضر لكم على كل وحده كيفاش دايره. غادي نقدر اني نوريكم كل حاجه تقريبا كيفاش كتجي. فبقاو معايا في هاد لا فيديو ما تمشيو حتى شي بلاصه. تخيلوا ديما تنبغي نحط لكم لي ليان ديال اي ارتيكل خديتو وكنسى ديما, وانا عارفه حتى في هاد الفيديو غادي ننسى لي ليان. المهم انا غادي ندوز دابا باش نبارطاجي معكم هاد لي زارتيكل اللي يلاه وصلوا. اول مره غادي نشوفهم ونشوفوا كيفاش دايرين مع بعضياتنا. كنبغيكم بزاف بزاف دوزوا معايا لا فيديو. فالبنات غادي نبداو باول حاجه اللي هي لي زونغل. ها انتما انا خديت هادو كان الثمن ديالهم واقيلا داير 10 دراهم. زوينين بزاف وكيعطيكم معاهم لاكول ديالهم, تعطيكم مع الباك لاكول والمبرد الكولا ديالهم والمبرد. فهادو اللي تيوريكم هنا راه ماشي هادو البنات اللي غادي تلصقوا ضفرانكم, هادو بحال اللي تيعطيكم ايشونتيون ديال الضفار. هادو بحال اللي تيعطيكم شونتيون ديال الضفار وتقدروا من هاد الضفار الكبار تعزلوا هاد الضفر الكبير. هذا ماشي حيت كاين شي بنات كيغلطوا وكيلصقوا هادو في يديهم كاملين, يعني كيلصقوا هذا في الصبع الكبير فوكس كيلصقوا هذا في الصبع الكبير هذا في اللي موراه اللي واش فهمتوا. فهادو تقريبا كيصلحوا غير هاد. راني نحاول نفتح معكم الباك. بالنسبه لي زونكل عندهم بزاف زوينين, وحتى البنات اللي كيخافوا انهم يديروا الكولا كيخافوا على ضفارهم. حتى انا اكزاكتومون راه ما تنصحكمش انكم تبقاو تمشيو ديروا لو جيل, ما تنصحكمش بفيرني بيرمانون راه تيخرج على الضفار ديال البنات. راكو كنشوفوا ضفاري فاش كنحيد هاد لي فوزونغل, حيت انا دابا دايره دي كابسول. ها انتم انا دايره كابسول وفوق الكابسول دايره بيرمانون. بعدا لو جيل وليت كنهرب منه, ما بقيتش كنحمل لو جيل لان فريمون كيرشي الضفار كيخرج على الضفار ديال بصح. المهم الا سمعتوا شي صداع راه مازالين الناس برا في الزنقه كيلعبوا داكشي. فكما قلت لكم بيرمانون لو جيل حاولوا انكم تهربوا منهم. فبالنسبه لهاد لي زونغل ها نتوما كيفاش كيجيو. ها هي بعدا الكولا ديالهم شتوها, يعني ما كديريش ديك الكولا اللي غتهرس لك ضفارك اولا تفرع لك ضفارك نهائيا. هادي كولا كتحيد بحال هكا بحال لصقه وكتحط صافي, يعني ما تخافيش على ضفرك نهائيا. البنات اللي كيخافوا على ضفرهم اولا عندهم لي زونغل فخاجيل ما تخافوش. هذا هو المبرد, شوفوا شحال كيوت. شوفوا عفوا المبرد انا كناخذ بحال هاد المبردات الصغار من عندهم, يعني كيكونوا هكا في الباك وكنديرهم في ساكي. ما بقيتش كنخاف كنخرج كيتهرس لي شي ضفر في البلاصه اولا كيتعوج لي شي ضفر في البلاصه كنقادو مع هاد الميني مبرد. شفتوا كيما وريتكم الكولا وها هما الضفارات كيفاش كيجيو. راه كاين هادو اللي بريتكم في الاول وعاد كاين هاد. علاش ثاني ارتيكل هو هاد الميني بناتانت. شوفوا شحال زوين عرفتوا راه صغير ورا البنات هانتوما صغير مقارنه مع البناتانت اللي كيكون عندنا. هذا راه صغير, هذا زوين براتيك حتى بالنسبه للبنات اللي اللي ممكن كيديروا البناتانت بزاف براتيك حتى للصويك. هانتوما شوفوا شحال زوين فوالا شفتوا. دونك براتيك حتى للساك. انا نحاول نفتح هادشي وفيه بزاف ديال لي كولور, كاين الغوز كاين الاورانج فيه بزاف ديال لي كولور. فوالا هانتوما باش نوري لكم اكزاكتومون زوين بزاف. نشوفوا واش فيه الريشه ولا شنو فيه. في هاد اللعيبه بحال كلوس. المهم نحاول ندير هنا شي مشكل. ريحتو فينا ريحتو زوينه البنات فريمون ريحتو زوينه وكيتستون با دغيا. حيت كاينين بحال هادو كتابليكي مثلا كديري جوج نقيطات على ما كتجي ديريها
كتلقى دوك جوج نقيطات بقاو كمطراسين كيبقاو مطراسين جوج نقيطات في الحنيكات ديالك. دونك هذا زوين تخلي سناني. المهم شفتوا اللوين كيفاش كيعطي كيعطي اللوين زوين صراحه. فوالا دابا غادي ندوز لكم لي زوتغ ارتيكل هما ديال الباس وداكشي. يلا معايا. فاول حاجه غادي نبدا لكم بها هي السميطات. بالنسبه للسميطات خديت جوج، ها هي الاولى اللي خديت. بالنسبه لهاد السميطات كان الثمن ديالهم ديال 15 درهم. غير دخلوا نديروا سانتور غادي تلقاوهم زوينين بزاف البنات. شوفوا شحال زوينه هاد اللقطه. وكيعطيكم حتى هذا، كيعطيكم هذا اللي كتقبوا به السميطه، شفتوه اللي كديري به تقيبات في السميطه كيعطيوه لك زوين صراحه والله الا واعره. اي فوالا السنطه اللي خديت، هذا هو لو موتيف اللي فيها، خديتها فهاد لا كولور. فوالا شنو طيحت، طيحت ديك اللعبه اللي كنسدو بها السنطه. فوالا انتم شفتوا هذا هو لو موتيف ديالها. وكيعطيوك هاد اللعبه عرفتوا فيهم، فيهم واحد الريحه في شكل صراحه، فيهم واحد الريحه بيزاخ ديك والله. جيبوا لي انا غير كنشتي هادي بما انا طحت لي دابا، اذا طاح لي حتى في الزنقه غنكونوا هانيين. المهم نخليوها ابار. كاينه السميطه وكاينه السميطه الثانيه في النوار، نفسها لو ميم موتيف نفس كلشي. وكاين واحد لو باك اللي فيه هاد السميطات، فيه هاد اللون وفيه النوار وفيه البلون بالنسبه للبنات، وبثمن جد مناسب بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو هاد السميطات. في شو هادي كاع ما عطاو فيها هذا، هاد النوار ما عطاوش فيها هاد اللعيبه شفتو. المهم فوالا هانتو ورقي وقين كيجيو زوينين صراحه، يعني بالنسبه لا كاليتي مع البري راه واعرين، حتى وحده ما تبقى بلا سنطه. يعني 15 درهم زوينين، وكاين بزاف لي موتيف داكشي زوين صراحه. غادي ندوز لكم لحاجه وحده اخرى اللي خديتها، خديت هذا، انا غادي نحاول نوري لكم. بوسيبل نخلي لكم في اي ارتيكل بوسيبل، انا نخلي لكم تصاور، والا بغيتو هكا غنبقى ندير لكم في لي فيديو شيين، نبقى نحط لكم تصاور وصافي، حيت بارفو كنسى لي ليا انا، راني نسيه. هانتوما خديت هاد لا كولور. المهم انا حتى بداك البرد الحال عكسيه، حتى بداك البرد الحال عاد بديت كناخذ هاد لي زارتيكل. هانتو هذا كيجي تقريبا قصير، مي راه انا راكم عارفين كندير بوليرو من الفوق ولا شي حاجه. انا ليسونسييل عندي شي حاجه من هادو جي طلعت، انا اغلبيه ديال هادو عندي هابطين هكا فهمتوا، ما كنبقاش مطرونكي كنبقى نطلع ساعه ساعه، اللهم يكون طالع او ديبي. فوالا هانتوما كيجيو بحال هكا بالبوسين شتو، وكديري البوليرو ديالك ولا ديري اللي بغيتي. المهم خديت هاد لا كولور. وايضا خديت دوزيام كولور، مي لارتيكل شويه مبدل عليه. دوزيام كولور خديتها هي في النوار، حيت النوار كيتلبس بزاف انتما شفتو. دونك لا كاليتي توب، باش نكون معاكم جد واضحه، لا كاليتي خطيره، لا كاليتي زوينه زوينه، باش نكون معاكم صريح. رابور بري. حاجه واحده اخرى اللي خديت، دونك هذا شويه ما عجبتنيش لا كاليتي ديالو، جاني بحال الريدو والله، جاتني لا كاليتي ديالو بحال الريدو. دونك هذا تقريبا هو اغلى حاجه خديتها من ضمن هذا الشيء، خديتو 120 درهم. شوفوا انا فاش كنزيد في الثمن ما كتصدقش ليا الحاجه، وجزلت. المهم في هذا الموتيف هنا، انا دابا نحط لكم التصويره ديالو باش تكونوا شفتوه. بوليرو جاي طويل شفتو، ولكن التوب ديالو ها انتم شوفوا شفتو، هو بوسيبل فاش يتلبس يجي زوين، ولكن التوب ديالو جاي مصهاد، ما عرفتش كيفاش غنوصل لكم، بحال الريدو، ولكن غنلبسو راه ما يمكنش لا استطيع لا يمكنني. وغادي ندوزو لاخر ارتيكل اللي هو هذا، هو اللي حمقني ماشي كامل هو التصويب. فهانتوما ويتشي 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 ليسونسييل سكو، قلبت على ساك اللي تكون فيه لا سانتور، في هاد السويكات هادو اللي كيكونوا صغيورين كيعجبني ساك تكون فيه سميسلا.
شفتوا كيفاش هانت عاد فاش يعمر داكشي غادي يجي خطير، وراه غيدار فيه التليفون، راه ما يمكنش ما ديرش التليفون، يدير فيه التليفون، دير فيه مكياج ديالك خفيف، يعني شي حاجه اللي خفيفه ماشي ديال تخرجي مخرجه معاك شي حاجه. فوالا هما دايرين هادي نطقطقوها، بلاتي باش نخليوها اخر حاجه نطقطقوها. هانتوما ها هو الداخل ديالو. دابا انا عندي بحال هاد الصاك هذا، انا عندي في النواغ راه كنت كنوري لكم كلشي تو مينيسو، لو بروبليم سي كو ما عنديش فيه لا سانتور، كيف فاش كيتقلب ليا الصاك في شي قنت كلشي كيمشي، فهمتوا؟ دونك داكشي علاش بغيت بلا سانتور، وانا مثلا حمش الصيكال الكبار ما كيعجبنيش فاش نكون خارجه هكا على رجلي، ما كنبغيش الصيكال الكبار، الا كنت خارجه هكا في الطوموبيل ولا يعني ما غنمشيش على رجلي، كيعجبوني الصيكال الكبار. فوالا حتى انا معقاده وفي هاد اللعيبه هادي. فوالا جاي صراحه زوين، بقات لي هادي. فالغزاله ديالي كانت هادي هي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى فريمون انها تكون عجبتكم، كنتمنى انكم تكونوا المهم استفدتوا معايا في هاد لي زارتيكل، شفتوا معايا هاد لي زارتيكل اللي خديت، عرفتني اون فوا غادي لونسي واحد لا كوموند يوصلوني لي زارتيكل، غادي نجي نبارطاجيهم معكم، كنبغيكم بزاف بزاف ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنساوش انكم تتابعوني في انستغرام ديالي وفي التيك توك ديالي، حقاش باش كنغبر عليكم هنا، غتلقاوني في انستغرام ولا في تيك توك.